بس النقطة كمان المهمة، ليه اتعملت كل المبادرات الرئاسية أو كل هذه المبادرات الصحية؟ بكل صراحة عشان احنا عندنا هيكل وقطاع طبي ضعيف، كان المستشفيات محتاجة إعادة تأهيل، الوحدات الصحية محتاجة تكون وحدات صحية بجد، الدكاترة محتاجين تدريب، التمريض محتاج تدريب أكتر، القامات الطبية العظيمة مش قادرة تبذل المجهود عشان الانفراستراكتشر أو البنى التحتية بتاعت المستشفيات مش مساعدة، الكليات عدد الطلبة فيها ضخم أكتر من البنية التحتية بتاعت الطلبة اللي قادرة تذاكر بشكل يخليها تقدر تتفرد في مهنتها، والدكتور الشاطر مش قادر يوصل المعلومة كويس عشان عدد الطلبة كبير، عندك منظومة صحية ضعيفة محدش يقدر ينكر ده. حضراتكم أكيد كلكم رحتوا شفتوا المستشفيات الحكومية كانت عاملة إزاي، ولسه لغاية دلوقتي في مستشفيات حكومية كتير محتاجة إعادة تأهيل وضخ أموال وضخ كوادر وبنى تحتية. كل المبادرات دي اتعملت عشان الوضع الصحي اللي في مصر السيء، لكن على الجانب الآخر أنت هتفضل شغال كدولة مفروض أنها عايز تقف على رجليها بمبادرات اللي هو يلا هنعمل مبادرة دلوقتي، رئيس الجمهورية يطلع يقول إحنا هنعمل مبادرة لفيروس سي، هنعمل مبادرة لصحة المرأة، هنعمل مبادرة للأمراض السارية. ما ينفعش، دي مبادرات اللي هي بتحل على المستوى القريب. إمتى تنتهي هذه المبادرات؟ لما يكون عندك مستوى من الصحة أو القطاع الصحي مستوى عالي. وده بيحصل إزاي؟ إنك تأهل المستشفيات وتطورها والدكاترة والمنظومة التعليمية والمنظومة الدوائية وكل الحاجات اللي حضراتكم عارفينها أكيد. ده بيحصل على خطوات، يعني ربنا ما خلقش الدنيا في يوم وليلة، ادانا عظة ان في وقت، مفيش حاجة باظت على مدار سنين هتتصلح في يوم وليلة، لازم ناخد خطوات. في رأيي المتواضع اللي حضراتكم ممكن تتفقوا او تختلفوا عليه، ان ده ممكن يحصل مع نظام تأمين صحي شامل، ما يبقاش المواطن المصري قاعد مستني ان شغال في شركة قطاع خاص تعمل له تأمين صحي، او المواطن المصري ما يستناش انه لما يحصل لا قدر الله تعب او اصابه ينزل يبيع حاجه من عنده في البيت، او الراجل يبيع صيغه مراته عشان يعالج حد او يعمل عمليه في مستشفى خاصه. وكتير اكم من الناس شافوا الموضوع ده. يبقى عندك منظومه تامين صحي على رقم البطاقه بتاعتك، الدوله يعني ملزمه انها تعالجك. ده ابتدى يحصل في مصر، عندك منظومه تامين صحي سجل فيها حوالي 3 مليون مواطن مصري، ابتدت في المرحلة الأولى بتاعتها في محافظات القناة وشفنا في بورسعيد. تجربة عظيمة جدا، نتمنى لها النجاح، أكيد هيقابلها بعض الإخفاقات بكل تأكيد لأنه عمل بشري، مفيش حاجة بشر بيعملوها بتكون كاملة 100% لأن الكمال لله وحده. أنت بتقابلك شوية تحديات في صناعة هذا الأمر، بتنجح في نسبة ونسبة النجاح لازم تكون عالية، وتحديات في بعض الإخفاقات أو الحاجات الصغيرة اللي محتاجة تعديل. تقدر تعدل يبقى أنت نجحت في المرحلة الأولى، وعشان كده متقسمة مراحل فتتلافى هذه الأخطاء في المرحلة الثانية، فيكون المواطن المصري عنده القدرة على العلاج وأنه يتلقى علاج صحي، ويكون الطبيب عنده القدرة أنه يتمرن في المستشفيات الجامعية تمرين صح، والطالب الجامعي يتعلم تعليم صح، والدكتور الجامعي عنده القدرة أنه يوصل معلومته صح، والصيدلي يقدر يشتغل في الأدوية صح، والأسنان والعلاج الطبيعي والتمريض، كل ده في منظومة صحية. مش هتتم غير لما يكون عندك تطوير طويل، لأن الموضوع بايظ من سنين طويلة قوي. موضوع الصحة في مصر فيها مشاكل من سنين طويلة قوي، مش هتتصلح في يوم وليلة، ولا هتتصلح من ناحية الأطباء بس، هتتصلح كمان من ناحية المرضى. احنا كنا بنشوف المرضى، حضراتكم فاكرين اللي بيخشوا بموتوسيكلات اوض الاستقبال الطوارئ، بيخشوا بموتوسيكلات في استقبال الطوارئ، دي ما بتحصلش في اي حته في العالم، واللي كانوا بيضربوا الدكاتره في استقبال الطوارئ عشان الدكتور مش قادر يعمل حاجه، او الدكتور يا سيدي كلمك وحش، كان في دكاتره بتتضرب، وحضراتكم فاكرين اكم من الحوادث كل اللي بنقراها في خلال فتره معينه. فده الوضع في مصر. الوضع الفتره الحاليه في تحسن، في لقاحات بتتوفر بكل بساطه لكل المصريين ببلاش في وقت العالم كله، يعني خلينا نقول بيتناحر على توفير اللقاحات. الاتحاد الاوروبي بيطلع اشاعات على استرازينيكا، بس مصر بتوفر استرازينيكا على 20 مليون جرعه في مصر. مصر بتتفاوض مع استرازينيكا للتصنيع، بتصنع سينوفاك الصيني في مصر. ده الوضع الصحي في مصر، خطوات بتتاخد خطوه في خطوه، واحنا مفروض نساعد ونتمنى ونطلب اكتر، ده حقنا كمواطنين.